بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. نجي وضربوه في شجرة التفاح، نوريكم شجرة التفاح والإنتاج تاعها. سبحان الله، شوف هذه هي شجرة التفاح والإنتاج تاعها. شجرة التفاح هذا الانتاج صغير، هذا الشجرة هذا نوريكم طريقة بسيطة من أجل منع الطيور من إفسادة الحبة، ولا عن طريق ثعبان بلاستيكي على الشجرة. طريقة مبتكرة، يعني الطيور غادي يشوفوه يخافوا باش يقربوا الشجرة وما يفسدوش الثمار. عبارة عن ثعبان بلاستيكي، كي تشوفه تحطه ثعبان حقيقي. لا تنسوش الاشتراك في القناة و إعجاب الفيديو، وليصلكم كل جديد. السلام عليكم.